لا يخفى علينا أن منصات التداول والاستثمار في مجال العملات المشفرة كثيرة، لكن فقط بعضها صادق، وفقط القلة منها يوفر لك الخصائص التي تحتاجها من أجل الحصول على الراحة في الاستثمار وتداول العملات الرقمية والمشفرة. قد يكون أبرزها وأهمها منصة CoinEX لتداول العملات الرقمية والمشفرة، وقد تصبح هذه المنصة منصتك المفضلة بعد أن نستكشفها معا في هذا الفيديو. منصة CoinEX هي منصة صينية الأصل، وتعتبر الأولى في مجال تداول العملات المشفرة والرقمية وشرائها في الصين وهونغ كونغ، وهي الأساسية أو الشرعية في تلك المنطقة، لكنها متاحة لكل الأشخاص المستثمرين حول العالم لاستخدامها أيضا. أول ظهور لها كان عام 2017، وقد حظيت بشعبية واسعة منذ ذلك الحين وحتى اليوم، وأصبحت من المنصات المنافسة لأهم منصات التداول في العالم مثل باينانس. تهدف منصة CoinEX إلى طرح منصة واحدة تسمح لمستخدميها بشراء العملات الرقمية والمشفرة بكل أريحية وتداولها حسب حاجتهم، ومن بين أبرز مميزاتها أنها تدعم تقريباً كل العملات الرقمية المشفرة الصادقة التي يمكنك شرائها مباشرة عبر المنصة. مميزات CoinEX: واجهة تداول سهلة، فبغض النظر عن واجهة التسجيل أو واجهة الموقع كلياً، فهما سهلتين وواضحتين للغاية على عكس بعض المنصات الأخرى، لكن ما نريد التركيز عليه أكثر هو واجهة التداول الفعلية، فهي سهلة الاستخدام، بسيطة، تعرض كل المعلومات اللازمة التي تحتاجها والمزيد من التفاصيل والأدوات الكافية لجعل عملية التداول عملية ناجحة. دعم كامل للغة العربية، وقد تكون واحدة من أفضل المميزات على الإطلاق، إذ نجد مشاكل في التعامل وفهم منصات استثمار وتداول العملات المشفرة بالنسبة للمستخدم العربي، لذلك هذه المنصة توفر ترجمة صحيحة وقوية باللغة العربية للجمهور. تطبيق أندرويد وiOS: لديها تطبيق مثالي بدعم كامل للغة العربية وبواجهة سهلة الاستخدام، يتيح لك التداول والاطلاع على حسابك وكل معلوماته الخاصة والمزيد مباشرة من التطبيق. دعم كامل للعملات المشفرة الشهيرة أو غير الشهيرة، فإذا كنت تريد التداول بالبيتكوين، إيثيريوم، BNB كلها متاحة، وهذا أمر قد اعتدنا عليه في منصات التداول عامة، لكن ماذا لو أردت تداول بسولانا أو فيت أو عملات جديدة؟ منصة CoinEX توفرها أيضا. حين نتحدث عن خصائص التداول والاستثمار في منصات التداول عموما، فأول شيء عليك الاهتمام به هو رسوم التداول، فأسوأ شيء لا تريده أن يحصل لك هو أن تريد استثمار $100 وتجد أن حسابك بعد الإيداع يضم فقط $50. رسوم CoinEX قد تكون واحدة من الأرخص على الإطلاق، فهي تتراوح بين 0.1% إلى 0.25%، وهي رسوم ضعيفة جداً مقارنة مع المنصات الأخرى. سوف نشرح لكم في هذا الفيديو طريقة التسجيل في هذه المنصة عن طريق الجوال. ادخل إلى منصة CoinEX، اضغط على Sign Up، ادخل إيميلك واضغط على Send Code ليتم إرسال الكود لإيميلك. ادخل الكود الذي تم إرساله لإيميلك الذي أدخلته، وادخل Password ووافق على الشروط، واضغط على Sign Up. سيطلب منك اختيار نوع السيكوريتي لحسابك، إما TOTP وهو Google Authenticator أو SMS Code، ويفضل اختيار الخيار الأول على اليسار. سيطلب منك تحميل برنامج Google Authenticator، إما من App Store أو من Google Play حسب النظام الذي يعمل به جهازك.
اضغط على Next للحصول على كود يمكنك عمل سكان للكود أو القيام بعمل كوبي للبرايفت كي وهو خاص لحسابك الذي أنشأته. ادخل إلى البرنامج واضغط على إشارة بلس وأدخل اسم التطبيق CoinX والصق الكود واضغط على Next. في الصفحة الثالثة اضغط على Send Code ليتم إرسال كود على بريدك الإلكتروني. اعمل له كوبي وعد مرة أخرى للموقع والصق الكود. في الخانة الثانية أدخل الكود الذي حصلت عليه من برنامج Google Authenticator واضغط على Submit. لقد قمت الآن بالتسجيل بكوين إي إكس. ادخل إلى جوجل بلاي أو أب ستور وابحث عن كوين إي إكس وابحث عن وحمله وافتح التطبيق وأدخل إيميلك والباسورد لحسابك الذي قمت به قبل قليل. اضغط ساين إن وحل الكاباتشا. سيطلب منك تأكيد ملكية الحساب. اضغط على سيند كود. سيرسل لك كود على بريدك الإلكتروني. انسخه والصقه في الخانة الأولى ومن جوجل اتنتيكيتور انسخ الكود والصقه بالخانة الثانية. سنحتاج بعدها لتأكيد الهوية من ID Verification وسيطلب منك معلومات. اختر أولا هذا الخيار أي أنك ستكون صادق بالمعلومات التي سوف تقدمها. أدخل بلدك ونوع البطاقة التي سوف تستخدمها لتأكيد الهوية مثل جواز السفر. أدخل اسمك مثل ما هو في الجواز ورقم جواز السفر واضغط على Next. اضغط على الصورة وارفع صورة جواز السفر. اضغط على Next وسيظهر لك في الخطوة التالية أنه سيتم فتح الكاميرا لكي تتمكن من تصوير نفسك ورفع الصورة. انتظر 5 دقائق تقريبا ليتم التفعيل. هذه واجهة المنصة عند الدخول إلى Assets لتعرف العملات التي يمكنك العمل بها. تبويب Exchange يمكنك شراء وبيع العملات. مثلا إذا دخلت للتداول اختر العملة التي تريد شراءها مثلا سيلر. حدد العملة واختر هل تريد الشراء بسعر السوق أم سعر محدد. اضغط على سعر السوق وأدخل المبلغ بالUSDT واضغط على شراء ليتم شراء العملة ثم تجدها بالأصول. متاح العديد من العملات كما هو واضح أمامك ويمكنك التعدين من خلال هذه المنصة. طريقة الشراء: ادخل على باي كريبتو واختر العملة التي تريد الشراء بها واختر العملة التي تريد شراءها وسيظهر لك طريقة الدفع بالفيزا كارد أو الماستر كارد وسيظهر لك العمولة على كل عملة كما سيظهر لك أعلى وأقل مبلغ يمكنك الشراء به. عند الدخول إلى ماركت سيظهر لك العملات وأسعارها وعند الدخول إلى ترانسفير يمكنك من خلاله التحويل داخل حسابك بين مارجن أكاونت وبيرتوال أكاونت وفاينانشال أكاونت. من ويذردرو يمكنك السحب بإدخال عنوان USDT مثلا وأدخل الشبكة التي تريد السحب إليها. أما لإيداع الأموال في حسابك إذا كنت تريد تعدين عملة إيرغو ادخل على ديبوزيت واكتب إيرغو واضغط كوبي وهو عنوان الاستلام الخاص بعملة إيرغو وهكذا لأي عملة يمكنك الحصول على عنوان الإيداع الخاص بها. نتمنى أن نكون قد قدمنا شرحا وافيا ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس.